بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلا بالفيديو اليوم إن شاء الله تعالى راح أشرح كيفية إزالة أي خلفية موجودة بأي فيديو وإضافة خلفية جديدة. هلا على سبيل الأكيد اليوم الشرح حيكون من خلال تطبيق الكاب كات، هو تطبيق المونتاج من خلال الجوال. إذا فتنا عليه على الشكل التالي، فرضا أنا بالنسبة لي موجود عندي فيديو بدي أعمل إزالة للخلفية الموجودة بهالفيديو، بدي أضيف خلفية جديدة سواء كانت فيديو أو صورة عادية. كيف راح تكون الطريقة؟ هلا أول خطوة راح تكون على الشكل التالي. بعد ما فتنا على التطبيق على الشكل التالي، يطلع عندي الأيقون الموجود عندي هون على الشكل التالي مشروع جديد، فراح نكبس على الإشارة زائد الموجود عندي هون على الشكل التالي، وراح أضيف الخلفية الجديدة اللي بدي أضيفها للفيديو الخاص فيني. فرضا أكبس على مشروع جديد، اختار فرضا بدي اختار هاي الخلفية بدي اياها احطها لخلفية للفيديو الخاص فيني، بدي اياها تكون خلفية جديدة للفيديو اللي بدي اصممه، فضغطنا عليها على الشكل التالي هيك. بعدين اعطي اضافة اضافة، فهي الخلفية اللي بدي اياها، الخلفية الجديدة اللي بدي اياها تكون للفيديو الخاص فيني. هلا الخطوة الثانية، بدي اضيف الفيديو اللي بدي اعمل له ازالة لها خلفية، راح تكون على الشكل التالي. راح نشوف بالأسفل على اليسار في عندك كبير من الأيقونات، راح نكبس على كلمة تراكب الموجود عندي هون عشان نضيف الفيديو اللي بدي أعمله إزالة للخلفية الخاصة فينو. أكبس عليها ضغطة، أكبس على كلمة إضافة تراكب. هل عم يطلب مني اختار الفيديو اللي بدي أعمله إزالة للخلفية؟ فضل هذا الفيديو اللي موجود عندي هون بدي أعمله إزالة للخلفية، وبدي أطبقه على الخلفية الجديدة. أعطيك إضافة كمان على الشكل التالي. صار عندي بالأسفل مثل ما شايفين عندي هون بالأعلى هي الخلفية الجديدة، وبالأسفل الخلفية اللي بدي الفيديو بالأعلى هي الفيديو اللي بدي أعمله خلفية، وبالأسفل هي الفيديو اللي بدي أعمله إزالة هالخلفية. أول شيء خطوة رح نعمل إزالة للخلفية الموجودة بالفيديو التحت يعني، فنكبس عليه ضغطة هيك على الشكل التالي. طبعا هو عبارة عن مثل ما شايفين عنده هون، هذا رح أعمل له إزالة هالخلفية. كيف حتكون الطريقة؟ رح نكبس ضغط على الفيديو التحتاني اللي بدي أعمل له إزالة للخلفية الخاصة فيه، ضغط عليه على الشكل التالي، فهي رح تحدد الفيديو مثل ما شايفين عنده هون بإطار أبيض. هذا نسحب لتحت بالأسفل باتجاه الـ اليسار، راح نشوف في عندهم خيار اسمه قطع على الشكل التالي، فنكبس على كلمة قطع. يطلع عندي خيار اسمه إزالة خلفية، فنكبس عليها ضغطة هيك، نعطيه إزالة، نكبس على إشارة الصح. هل عم يخبروني إنه تم إزالة الخلفية؟ لا، مثل ما شايفين عندي صار الفيديو طلع عندي فقط الشخص الموجود بالفيديو والخلفية انشالت. هل بإمكاني أتحكم بحجم الفيديو الثاني؟ بإمكاني من خلال الأصابع، بإمكاني أكبر الصورة، بإمكاني أصغرها، فأنت راح تختار الحجم اللي بدك إياه. فرضا بدي أختاره هيك، وهيك صار عندي هيك مثل ما شايفين عندي هون عملت إزالة للخلفية الموجودة بالفيديو الخاص فينا، وأضفت له خلفية جديدة. هاي كانت الطريقة بكل اختصار كيف فيني أعمل إزالة للخلفية الموجودة بأي فيديو وأضيف فيديو جديد. طبعا الطريقة نفسها سواء كنت بدي أضيف خلفية عبارة عن صورة أو عبارة عن فيديو. هلا بعد ما أخلص المونتاج الخاص فيني ببساطة راح أكبس على إشارة التصدير الموجودة بالأعلى على اليسار. هلا عم يتصدر الفيديو بكل بساطة عندي هون. هلا دخلنا على الفيديو اللي بدي أعمل له، دخلنا على الفيديو اللي عملت له تصميم جديد، فمثل ما شايفين عم نشوف الخلفية تغيرت وصارت خلفية جديدة وصارت هيك. وبهيك أو بهالطريقة عملت إزالة للخلفية الموجودة عندي بالفيديو وضفت خلفية جديدة. هلا الفيديو إن شاء الله تعالى بيكون انتهى. أشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.